بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحب بكل مشاهدينا الكرام وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. من تربيتنا لأولادنا بنكتشف بعض الأمور اللي ممكن هي تزعجنا في كثير من الأحيان، لما نجي نلقى مثلا أنه جونا الضيوف وإحنا قاعدين معاهم في أمانة الله، يجي بعد كده الطفل يقوم يفشي سر من أسرار المنزل عيانا بيانا قدام الضيوف، أو إحنا مثلا نلقى أنه المسألة دي أصبحت خصلة بالنسبة له، ممكن يحكيها الأقران ويحكيها الأصحاب ويحكيها الجيران. هنا لازم نتدخل كأم وأب ولازم نعالج المسألة. كيف ممكن نحافظ على أطفالنا؟ نعلمهم قيمة المحافظة على السر وفي نفس الوقت إنهم ما يفشوا أسرار المنزل. أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بضيفتنا اللي هتكون معانا دكتورة وفاق صابر علي، وهي مختصة في علم النفس الاجتماعي، هتشرفنا بعد شوية، تعالوا نستناها. بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا، ووصل اتصالون بيت الهنا دكتورة وفاق صابر علي، وهي مختصة في علم النفس الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك دكتورة، وشرفتينا في بيت الهنا. أهلا وسهلا بك. أول حاجة لما نبدأ نتكلم عن مسألة الإحراج اللي بيتعرض له الآباء والأمهات يعني عموما في البيت، لو حصل إنه واحد من أطفالهم جو قام عمل يعني أفشى سر من الأسرار قدامهم، فهي هنا المسألة ممكن تعمل مشكلة كبيرة جوا البيت. خلينا أول حاجة نتكلم إنه المشكلة دي ممكن حلها كيف، وليه الطفل ممكن هو يتكلم بواحدة من الأسرار وهو عارف إنه هو سر. والله هو الأطفال عموما بيقوموا ببعض التصرفات ما بيكون احنا كاباء او امهات او اولياء امور عندنا درجه من درجات الضبط بالنسبه لها، لانه سلوك الطفل في النهايه هو طفل. أيوة. سلوكه تلقائي، سلوكه ممكن يكون عفوي. فاحنا بنتكلم عن افشاء الاسرار، لكن هل في فهمنا ان احنا مطابق لمفهوم الطفل في انه دسر؟ فعشان الطفل يفهم انه الحاجه اللي هو بيقوم بها غلط، مفترض يفهم انه الغلط وشنو. يعني قصدك هو يفهم سر يعني شنو في الاول؟ يفهم سر في الاول هو شنو؟ طب نفهمه ليه وكيف؟ تفهم الطفل من خلال الحوار، يعني الان احنا ما يكون عندنا ذجر بالنسبه للاطفال او شكل من الاشكال بتاعت التعامل مع الطفل بالردع والعقاب، يكون شكل التعامل مع الطفل فيه درجه من درجات الحوار، بحيث انه يقدر الطفل يستوعب الحاجه اللي انا بقوله، وعلى الاساس بتاع الفهم بتاعه والاستيعاب بتاعه بعد ذاك انا بقدر يعني اتخيل انه نمط السلوك اللي ممكن يصدر منه شنو، شكله شنو. ففي الطفل اصلا لانه في مرحله المراحل بيحاول يجذب الانتباه بتاع الوالدين او يجذب انتباه الاخرين، فبتخيل انه الكلام اللي بيقوله فيه هو سر محرم انه يقوله او غلط انه يقوله، فبيقولوا على سهل علي انه يجذب انتباه الاخرين، وده شكل من الاشكال بتاع الحاجات النفسيه الاساسيه للطفل في مرحله المراحل. لو قام قال زي ما قلنا في البدايه بانه افشى سر من الاسرار، او قال مثلا ماما حصل كده منها، او بابا عمل كده مثلا قدام ناس، التصرف كيف في اللحظه دي؟ لانه بكون فيه احراج، وبعد ما الناس تمشي علشان نعمل على عمليه التوجيه. يعني الناس تحاول بقدر الامكان في اللحظه بتاعت انه الطفل هو قال كلام زي ده وحست الام او الاب بدرجه من درجات الإحراج، العقاب ما يكون أمام الآخرين، لأنه أنا بعتبر إنه درجة من درجات الانتقاص بالنسبة للشخصية بتاعت الطفل إنك تحاول تزجره، لأنه ما ده عملت معه، وده عملت معه الآن هو كطفل، فتحاول بقدر الإمكان الطفل بالمناسبة هو كائن ضعيف لكن يفهم كويس، وبالتالي فهمه للموضوع أو شكل التعامل معه هو اللي بيخليه إنه يستوعب الدرس ويستوعب العقاب. فالعقاب دائما بيكون في شكل من الاشكال بتحت الحوار التلقائي العفوي، بحيث انك انت من خلال الحوار ده تفهمه ان الحاجه اللي هو عملها غلط وشكل الغلط هو شكله شنو. أيوه. لانه مرات في كثير من الاحيان احنا لما العقاب يكون اوفر او اعلى من المستوى المطلوب، ممكن يخلق كثير من الاشكاليات السلوكيه بالنسبه للاطفال في المرحله دي، ويخلق لك الطفل شخصيته مهزوزه. يعني فعلا كلامك مزبوط دكتوره، وخاصه في انه دايرين نعرف برضو الشخصيه المهزوزه زي ما انت ذكرتي، هل ممكن يكون لها علاقه من داخل المنزل، ولا ممكن تكون لها علاقه بشخصيه الطفل نفسه؟ دراك جاب لي الاجابه دي، بس بعد ما نمشي استطلاع احنا اجريناه للشارع، سالناهم برايك هل افشاء الاسرار بالنسبه للطفل يسبب المشاكل؟ تعالوا نشوف الاجابات مع بعض، تفضلوا. نعم، تسبب مشاكل ومشاكل كبيره كمان، لانه ممكن تسبب في انفصال زوجين، سوء علاقات بين الاقارب والاصحاب. نقل الاطفال للكلام هو خطأ، وبالتالي الأسر في البيت لازم توري الأطفال، إنه توري أولادها إنه نقل الكلام للناس الثانيين برا البيت هو خطأ كبير، بيسبب في مشكلة. بنقولها احتمال نقولها بصورة أوسع أو يزيد فيها أو ينقص فيها، ده بسبب طبعا كثير من المشاكل.
احنا بنشكركم كثير، نشكر يعني الأجوبة اللي كانت معنا، وعموما نتمنى انه الحل هو يكون الأساس، حل المشكلة، حل بشكل كبير علشان ما تسبب لنا اي مشاكل في المستقبل. دكتورة، هل افشاء السر، انت في الاول بدأت تقولي لي انه ممكن يكون عايز يلفت الانتباه بالنسبة للأسرة، هل ده يعتبر نوع من انواع النقص العاطفي؟ وهل النقص العاطفي الموجود عندنا ممكن يكون موجود داخل المنزل؟ هو سلوك الطفل اللي بيحكسه من خلال تصرفاته بيحكس انه الطفل هل هو بيعاني من مشكلة ولا لا. وده بيطلع من خلال حاجة أساسية اللي هي شكل التعامل بتاع أفراد الأسرة معه، أو أساليب المعاملة الوالدية اللي بتبيعها الأسرة. هل الأسرة بتخصو على الطفل؟ هل الأسرة متساهلة مع الطفل؟ هل الطفل ده مدلل؟ هل في تذبذب في المعاملة؟ تصرفات الأم بتختلف عن تصرفات الأب؟ دي كلها هي أشكال بتاعة معاملة بتنعكس من خلال هذه الأشكال بتاعت المعاملة على الشخصية بتاعت الطفل، في أنه شخصية ممكن تكون مهزوزة، ممكن تكون قوية، ممكن تكون تسلطية، ممكن على حسب ممكن الطفل نفسه إذا كان مدلل التفاصيل إلى حد ما تكون مختلفة ومزعجة بالنسبة للأسرة. فبالنسبة لنا نحن الشكل إفشاء الأسرار هو شكل من الأشكال بتاعت التفاصيل، بيحكس شكل التفاصيل الأساسية بتعامل بها الأسرة مع الطفل. لأنه حقيقة إحنا كآباء وأمهات نموذج بالنسبة للطفل. ممكن الطفل هو يشوف الأم اتكلمت مع جارتها او عن جاره ثانيه، ايوه كويس، وده نموذج سيء طبعا بالنسبه للطفل. عكسته من خلال تصرف ده بغض النظر عن صحته ولا خطاه، لكن كان امام الطفل. وبالتالي هو بيقلد هذا النموذج برضه بنفس الصوره. الاب ممكن يقوم بهذا نفس التصرف ده، والتصرف ده يعكس اشكاليه في تصدعت اشكاليه سلوكيه الطفل بشكل نموذج بيستقيه وبيحاول يتعامل معه. ولما يتعامل معه احنا ما بنتقبله، بياخذ علقه سخنه ونعاقبه عليه. أيوة. وبالتالي دائما احنا نكون حذرين. صح التعامل العفوي والتلقائي مهم في افراد بين الافراد الاسره امام الطفل، لكن نكون حذرين في شكل التعامل والتفاصيل الاساسيه الخاصه اللي احنا ما عاوزين نطرحها للاخرين. زي شنو مثلا يا دكتوره؟ ممكن تفاصيل العلاقه الزوجيه بين الاب والام، شكل محادثاتهم مثلا او ونستهم العاديه او مناقشاتهم العاديه اذا كانت مناقشات حاده. كويس. برضو ممكن تفاصيل ملاحظاتنا عن شخص محدد، لانه ممكن الطفل ضل الملاحظات على الشكل المحدد دي نقول للشخص اللي احنا بنتكلم عنه. ودي كلها بالنسبه لنا تفاصيل من الصعب ان الناس تقوم تحكيها بصوره جيده لو ما كان تفاصيل الى حد ما انت عكستها للاخرين بشكل جيد. صحيح. عندنا مثلا لما نقول انه ما ننسى انه الطفل المدلل او يعني ما بينه وبين الاطفال اللي بيفشوا الاسرار، يعني احنا دايرين في نفس الوقت نوجه، وفي نفس الوقت نقول شنو، بانه ما نستهين كمان بذكاء الطفل الموجود. فكيف نقدر نعمل المعادله دي؟ المعادله هي انك انت يعني الطفل بالنسبه لك يكون هو شخص ناضج، تتعامل معه كشخص ناضج. وده قبل كده تكلمت عنه في العقاب، بمعنى انه انا ما غلط الطفل. تفاصيل الغلط دي بغض النظر عن حجمها وتفاصيل شكلها كانت شنو، في النهايه محتاجه مني العقاب. لكن العقاب وشكله هو اللي بيأثر في النفسيه بتاعت الطفل، وبالتالي انا ما اعرف قدام الاخرين، اخلي بعد الاخرين ما يمشوا ويكون في شكل بتاع حوار صريح فيه درجه عاليه جدا من الموضوعيه والتلقائيه والفهم. بالنسبه لاستيعاب الطفل للمشكله اللي هو عمله. فهل عكس ممكن تقول لك انه انا لما احرجه قدام الناس ثاني ما بيكررها؟ هو ما حيكررها، لكن هو حيكون اثرته في نفسياته. فانا هو تكراره بالنسبه لي ممكن يكون اسهل من انك انت تاثر في نفس الطفل، لانه انا يعني الاثر اللي بيحكسه التصرف بتاعي مع الطفل ممكن يكون في شكل بتاع سلوكيات. السلوكيات ممكن تكون تبول لا ارادي، لانه تفاصيل بتاعت الطفل نفسه في مختلف السلوكيات ممكن تجي منه. وبتكون هي عباره عن تفاصيل بتاعت انه الطفل ده ما مقدر لذاته، عند درجه من درجات عدم الاحساس بالاخر، عند درجه من درجات الخجل مثلا، عدم التلقائيه، ممكن يحرج انه يقول اي كلام قدام الاخرين، ودي بالنسبه لنا مشاكل. ممكن تكون في شكل بتاع حتى بتظهر في التفاصيل بتاعت المشكلات النفسيه داخليه في سلوكه، ممكن تكون في الكلام انه ما قاعد يتكلم تمتم ولا غيره. فدي كلها بالنسبه لنا بتعتبر هي مشكلات سلوكيه ناتجه عن شكل المعامله اللي انت عملته مع الطفل. فبالتالي انا دائما بركز على انه الناس تحاول انه تعامل الطفل بمستوى بتاع نضج عالي جدا، لانه الطفل هو كائن حساس جدا، وبنفس الدرجه هو كائن ذكي.
بيفهم العقاب لما يكون فيه شكل من الأشكال بتاع التعزيز، شكل من الأشكال بتاعت التعامل الصريحة الجيدة التلقائي فيه تقدير لإمكانيات وإمكان الطفل أكثر من فيه العقاب اللي هو فيه انتقاص من نفسه. في ممكن أسر تقول لك يعني إنه أنا والله تعاملت مع الطفل بالأسلوب الراغنة، إنه بقاعده وبفهمه وده غلط وده صح وإنه في النهاية ده كده ويعني زي كده، تديه أمثلة يرجع تاني يكرر نفس المشكلة تاني ترجع تتكلم، ففي النهاية بتلقى إنه ما في فايدة. هل إنه دي مشكلة في الوسيلة بتاعت التواصل ما بين الأم والطفل أو الأب والطفل، ولا هل ده عناد من الطفل وكيف نتعامل هي معه؟ هي مشكلة موجودة، مشكلة مشتركة، مشكلة مشتركة بين الطفل مثلا نمط انت عشان تفهم الطفل الوسيلة اللي انت ممكن تتعامل معاه به، وحاول افهم نمط شخصيته شنو. فالطفل اصلا هو عنيد عنده درجة عالية جدا من العناد، فالطفل لا هو ما بيفهم الحوار انت بتعمل لك، بحاول بقدر الامكان يستوعبه ويتعامل معه. فدائما الناس تحاول المساحه الواسعه اللي بيني وبين الطفل اقوم اضيقها، اضيقها بالحوار. وقبل ما اتحاور مع الطفل يكون عندي فهم تمام للنمط بتاع الشخصيه بتاعت الطفل. يعني مرات احنا ممكن السؤال في الامتحان يجي صعب. صحيح. ما لانه الطالب ممكن ما يجاوب عليه، ما لانه الطالب بريد، لان الاستاذ ما قدر المستوى بتاع الطالب. وبنفس الفهم انا لما اجي اتعامل مع طفلي بحاول بقدر الامكان اتفهم السمات الشخصيه بتاعت الطفل ودرجه فهمه وتعامله. الطفل اللي عانيت تعاملي معه بيختلف تماما عن الطفل اللي ممكن يكون تعاملي معه ودود وسهل وشخصيته ما متسلطه. في طفل بحاول يبرز امكانياته، بديه فرصه انه يبرزها في حته ثانيه، لكن ما في الحته دي، ما في الحته دي يعني عشان يعني اتحاشى التفاصيل والمشكلات السلوكيه اللي تكلمت عنها قبل اللي ممكن اعاني منها طفل نتيجه للاساليب اللي انا بتعامل بها. صحيح. انا هتواصل معك في الموضوع بشيء من التفصيل عشان نعرف انه سلوكيات الاطفال اللي من النوع اللي انت قلتيها كيف التعامل معها، بس لو تسمح لنا فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدينا، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا، نتواصل معاكم. موضوعنا افشاء الاسرار بالنسبه للاطفال، هي عاده سيئه، كيف احنا نخليهم يتعاملوا مع الموضوع بشكل ايجابي وننمي فيهم ثقتهم بنفسهم في نفس الوقت. مرحب بكم، برحب دكتوره وفاق مره ثانيه، اهلا بك، شرفتينا دكتوره. يعني من خلال التعامل مع الاسرار زي ما احنا قلنا بانه بيكون بشكل معين وبشكل محدد، لكن التعامل مع الطفل يمكن يختلف على حسب طباعه. عندنا طفل عنيد زي ما قلت في الاول، عندنا طفل عادي التعامل معه سهل وبيفهم سريع مع او بتجاوب سريع، خلينا نقول كلهم بس بيتجاوب أسرع. هنا كيف أنا أقدر أتعامل مع كل طفل في مسألة تعليمه إنه ده سر ومن العيب إنك تفشيه؟ في توجيه عام أنا بوجهه بالنسبة للوالدين إنهم تكون عندهم درجة من درجات الإحاطة. الإحاطة بمعنى إنك تكون فاهم تماما التصرفات أو شكل التعامل مع الطفل أو حيال الأمور الخاصة بالطفل اللي بتمر عليه في تفاصيل حياته المختلفة. وتديه في شكل بتاع حوار، بحيث انه ما يكون هو داير في اي حته يدخل خشمه، لانه هو اصلا ما يعني احنا كابتنه. فبيكون حتى مثلا لو جيت انا وفي وقت بتاع فراغ او وقت اخصصه تماما للطفل المحدد اني انا اقعد اتكلم معه. من خلاله انت بتقدر تحاط بالتفاصيل العامه بتاعت الطفل، وبتقدر تشوف نفسياته شنو، وبتعرف يعني الكلام ده بدل ما يقوله لغريب يقوله لك انت. فدي واحده من الحاجات الاساسيات اللي انت بتحاول من خلالها تعالج افشاء الاصرار بشكل او باخر، لانه الطفل اصلا تعامله عفوي وتلقائي، ما فاهم انه ده مثلا هو سر، ما فاهم انه الحاجه دي فيها ضرر، ما تضرر للاخرين، فيها احراج للوالدين او احراج لشخص اخر، لكن انت تحاول بقدر الامكان اللي حيقوله لغيرك يقوله لك. ايوه، اي نوع من انواع الطبع انطباع الاطفال بالحوار بصوره عامه. فالحوار هو دائما بيديك فرصه لانك انت تاخذ من الطفل كل ما هو عاوز يقوله. تمام. ومن خلاله تقدر تستوعبه وتصنف التفاصيل بتاعته بشكل او باخر. طيب دكتوره، في حاجه مهمه يعني عشان نتعامل مع السر بطريقه كمان يعني بكل الزوايا. في اسرار احنا بنعلم اولادنا بانه ما يقولوها، وفي حاجات ممكن تحصل لاطفالنا فبتبقى بالنسبه لهم سر. يعني لا قدر الله اذا طفل حصل له نوع من التحرش مثلا، او اذا حصل له بعض السلوكيات خارج المنزل ممكن تاثر عليه. هنا احنا علمناه انه ما يتكلم عن الاسرار. يلا كيف نعلمه بانه في حاجات لازم كمان تتقال حتى لو كانت صعبه وبالنسبه لك ممكن تكون سر؟ ودي الحاجه اللي انا اقصدها بالاحاطه. يعني ليه؟ لان احنا ممكن احنا مع الضغوط بتاعت الحياه والتفاصيل الزحمه بتاعت اليوم انه احنا نكون مهملين لاطفالنا، ما قاعدين معاهم، او في فتره من الفترات انت بتكون غايب فيها من البيت، الطفل ده بيتعرض مثلا لتحرش او اعتداء من اخرين. فانت عشان تديه فرصه انه يتكلم عن الحاجه دي زي ما قلت لك الحوار،
ليه؟ لأنه ليه لا تفهموا تماما، بالذات في التحرشات أو الاحتيالات الجنسية، إنه تفهموا تماما إنه في مناطق في جسمه حساسة، من الصعب إنه زول يهبشها أو يتعامل معها، وشكل التعامل بتاعه بالنسبة لنا ممنوع، خط أحمر في الحتة دي. وهنا بالتالي أنا بكون أحطه تماما بأنه الحاجة دي هي ممكن تكون غلط وتفاصيلها غلط، وإذا حصل منك أو حصل لك أي لمساس بهذه المنطقة تحاول تكلمني. فهنا طوال أنت بتكون هو الطفل يعني أديناه حوار وثقة، أديته حوار وثقة بنفسه وحصل تفاصيله. برضو من الحاجات المهمة أنك أنت يعني دائما رغم الظروف، وأنا بكرر الكلام ده، رغم الظروف ورغم التفاصيل اللي بتحت الزحمة بتاعت حياتنا وضغوطنا العملية وضغوطنا الحياتية، نحاول بقدر الإمكان نجيب المساحة دي بتحت الحوار. لأنه مرات الطفل هو بيقول لك أنه أنا حصل لي حصل لكن ما لقيت عشان أكلمك، فانت انت تعلمه، هو الطفل ما ملزم ما نستنى تنتظر انه هو يجي. برضه مهم جدا انه احنا يعني الفترات بتاعت الغياب الما مبرر بالنسبه للطفل من البيت ولا مع الغرباء ولا يعني في مشوار مرسال رسلنا له ولا غيره، اذا حصل غياب ما مبرر او كان اكثر من المعتاد، تاخير اكثر من المعتاد، يكون بالنسبه للام يعني وسيله من الوسائل او مؤشر لان في مشكله حصلت. ما اقدر اقول الناس دائما تتوقع السيء، لكن الزمن الان بقى كده يعني، فلازم الناس تتوقع انه في اشكال حصل او في سبب تاخير، شنو يكون تاخير ذاته يديك المبرر المناسب له على اساس الناس تتعامل معه. يعني عملية مراقبة في الأول أو إنه نحاول إنه نسأل مراقبة لصيقة، لكن بصورة ما تكون ما مباشرة حذرة. يعني ما مباشرة وما بتكون بصورة حذرة، عسى ولعل، لأنه من خلالها حقيقة يعني الأطفال، كثير من الأطفال بيتعرضوا لكثير من الإشكاليات الحقيقية، محتاجين الناس تحاول بقدر الإمكان تكون فيها درجة من درجات. والله يعني إحنا زمان كنا بنقول الشارع بربي والشارع عمال، أحس المسألة بقت صعبة عشان كده بنخلي بالنا كثير من أولادنا، لازم الناس تخلي بالها. أكيد طبعا في عملية تعليم الطفل الأسرار سألنا مجموعة من الناس كيف يمكن تعليم الطفل حفظ الأسرار، تعالوا نشوف قالوا شنو. تفضل. أيوة أنا أريد غلط وصح بجيب مشاكل وفرق بين الأهل والأصدقاء وكذا، بس وعيون يعني إنه أي كلام داخل البيت الناس حق الصغار برا وحق الكبار برا، يعني يكون دائما من أهم الحاجات اللي بتخلي إنه البيت يكون أسراره محفوظة، إنك أنت توري الطفل في البيت إنه ما يقعد مع الناس الكبار أول حاجة، وبعدينك حتى هو يعني لو قاعد معاهم ممكن هو يقعد هو هادئ، يعني هو يكون مشغول بحاجة تانية. دائما الأطفال أصلا المفترض في الحياة الخاصة أو لو في كلام عام ولا في طار الشغل في طار البيت حياته سريعة، المفترض الأطفال يكونوا بعيدين، يعني حتى ما يكونوا يتعلموا يعني أثناء الونس أو كذا السرسرة والمجادلة وكذا، حتى لو في نقاش كده يكون بعيد عن الأطفال، يكون في محلهم مخصص لهم كده. عموما بنشكركم، نشكر اللي كانوا معنا مستطلعين على الكلام اللي قالوه، نتواصل في حوارنا. ودكتورة من الحاجات المهمة اللي بقت موجودة، احنا بنتكلم عن الزمن صعب والزمن ايه، برضو الزمن بقى ضيق للأسرة وبقى مساحته الأكبر في المدرسة، هنا يجي دور المدرسة، كيف احنا عن طريقة نقدر نخلي المدرس أو المدرسة يكون لهم برضو دور في عملية تعليم أبنائنا لما نتكلم في مسألة الأسرار اللي هي ممكن تكون لها علاقة بالأقران هنا في داخل المدرسة. ودورهم فعلا بالنسبة لنا واحدة من الوكالات الأساسية بتاعت التربية بعد البيت المدرسة، لأنه حقيقة هو تقريبا نص الوقت اللي بيقضيه الطفل خلال اليوم بيكون في المدرسة، ونصف الثاني بيكون مقسم بين المدرسة والبيت. وبالتالي بيكون في رسائل يعني احرص فيها المعلم الموجود في المدرسة أو المعلمة تحت الصف الموجودة في المدرسة إنه توصل للطفل من خلال التفاصيل التربوية الأساسية، إنه في شيء حرام، إنك أنت ما تقول أي كلام قدام الغير، التفاصيل بتاعتك إلى حد ما تكون تفاصيل تفكر فيها قبل ما تقولها، ودي كلها بالنسبة لنا مهمة. فالرسالة بتاعت الأم في البيت بكملها المعلم في المدرسة. وبالتالي كل تفاصيل الأفشال الأسرار أو السلوكيات غير أفشال الأسرار، كل السلوكيات الغير مرغوبة بالنسبة للطفل ممكن الرسالة بتاع الرسائل بتاعتها تكون هي رسائل يتكامل فيها الدور بتاع المدرسة مع الدور بتاع البيت. بشكرك كثير دكتورة وفاق، شرفتينا ونشكرك على المعلومات اللي قدمتيها لنا. أهلا وسهلا. نشوفكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مرة تانية، نتواصل معكم في بيت الهنا. فقرتنا الجاية نصيحة للتغذية، خلينا نشوف إنه كيف إحنا نتعامل مع التغذية تعامل صحيح وسليم. عندنا اختصاصية التغذية والعلاج الغذائي زهراء الحسن مجهزة لنا نصيحة، تعالوا نسمعها مع بعض. تفضلوا.
نرحب بمشاهدينا الأعزاء في فقرة التغذية لهذا اليوم. حنتكلم عن تغذية الأم المرضع. لكل سيدة مرضع في هذه الفترة أهمية بالغة من حيث التغذية، لأنه تغذية الأم المرضع لها علاقة بإدرار الطفل، الإدرار الحليب للطفل. فعندنا الغذاء الأم المرضع لازم يكون شامل على كل المجموعات الغذائية بدون أي إفراط أو تفريط. فعندنا بعض الأغذية ممكن تقلل فيها خلال فترة الرضاعة، مثل الأغذية اللي بتوجد عليها الكافيين، زي المشروبات الغازية بكل أنواعها، زي الشوكولاتة ممكن يكون فيها مواد من الكافيين، كذلك الشاي والقهوة. فنحن ما بنمنعها لكن بنقلل منها قدر الإمكان. الحاجة الثانية المهمة في إرضاع فترة إرضاع الأم المرضعة هي تناول من 4 إلى 5 حصص من الحليب أو مشتقات الحليب لتأمين الكالسيوم. فعندنا الحليب من مصادره الحليب، الزبادي ممكن يكون في شكل من الجبن، نوع من أنواع الجبن، فدي كلها بتأمن لنا حاجة الأم المرضعة من الكالسيوم. فزي ما عارفين وظيفة الكالسيوم بالنسبة للطفل لنمو جهاز الهيكل العظمي ولنمو الأسنان. فعندنا المجموعة الثانية المهمة بالنسبة للأم المرضع هي مجموعة اللحوم. فزي ما عايزين أن اللحوم بتأمن لنا جانب الحديد أثناء فترة الرضاعة. فبعض السيدات بتناول كمية لحوم بسيطة ممكن تؤدي لنقصان الدم في جسمهم ويؤدي لسوء تغذية للطفل وللأم المرضعة. ثاني من الحاجات اللي احنا دائما بأمن عليها في أثناء فترة الرضاعة تناول المشروبات العصائر، وتناول كمية من السوائل من 8 إلى 10 كواب خلال اليوم مع مراعاة الطقس. في سكان بارد ممكن تتناول أقل من الكميات دي. فعندنا بعض الأخطاء الشائعة أثناء فترة الرضاعة تناول كمية من الكربوهيدرات في شكل نشا، في شكل حلبة، في شكل دخن، فدي هي بتأمن جانب السعرات الحرارية. ولكن إذا زادت عن كميتها المعقولة ممكن تدي لزيادة الوزن خلال فترة الإرضاع. فبنلقى بعض العادات الغذائية أن الأم لما تكون مرضعة فبيأتوا لها بكثير من المركبات، المواد الغذائية المركبة اللي بتدور باللبن وتزيد السعرات الحرارية. فنحن في الأول وفي الآخر دائما بناخد غذاء متوازن بيحتوي على جميع المغذيات الأساسية دون إفراط أو تفريط من أجل صحة الأم المرضعة ومن أجل الطفل يكون بصورة سليمة. فبنتمنى أنه كل المشاهدات المرضعات تكونوا استفادوا من الحلقة دي ويركزوا على المجموعتين الأساسيتين اللي بتأمن الكالسيوم والحديد اللي هي الحليب ومشتقاته والدهون. ونتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي ونعود للاستوديو. نشكرك كثير على النصيحة اللي قدمتيها لنا، ونتمنى إن شاء الله السعادة لك والحناء في بيتك والأسرتك. وبالتأكيد مشاهدينا نتمنى السعادة لكم لأسرتكم، ونعدل من سلوكيات أطفالنا على حسب نمط الشخصية. أكيد إحنا هنكتشف حاجات كثيرة ونشوف العجب زي ما بقولوا من خلال المطالعة والمعرفة اللي إحنا ممكن نتحصل عليها من الاختصاصيين اللي إحنا بنقدمهم في بيت الحناء. هنا تشرودة تي في إيميلنا نتواصل به معكم، وإن شاء الله بكرة لنا مواعيد جديدة. وداعا لكم الله.